رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم استعرض في واشنطن مع رئيس البنك الدولي جين يونغ كيم جهود الكويت في الإصلاحات الاقتصادية، وأكد الغانم خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر الشبكة البرلمانية العالمية ريادة الكويت في مكافحة الفساد عبر أدوات رقابية فاعلة ومساحة كبيرة من الحرية الإعلامية. ولفت الغانم إلى وجود خلل في آليات حصول بعض المنظمات الدولية على المعلومات حول الأوضاع الاقتصادية والمالية في الكويت، حيث تعتمد تلك الجهات على معلومات غير دقيقة. لقاءاتنا كانت جدا مهمة، اللقاء الأول مع رئيس البنك الدولي، وتناولنا عدة نقط تهم الكويت بشكل مباشر، كون البنك الدولي صاحب يعني خبرة كبيرة في تحليل الأوضاع في العديد من الدول والإشراف على العديد من المشاريع والخطط الإصلاحية في العديد من الدول. تحدثنا معه عن الأمور اللي تعاني منها الكويت والتي وردت في تقرير البنك الدولي، موضوع الدورة المستندية، موضوع أن بالكويت تحتاج لأن تصدر أي ترخيص أكبر عدد من الأيام أو أطول فترة زمنية بين دول المنطقة، الدورة المستندية بكافة تفاصيلها واختلالاتها. وأعتقد أن الكويت ستشهد تغيرا يعني كبيرا في هذا الأمر، ويحتاج هذا التغير لإصدار تشريعات، وبالتالي اتفقنا مع البنك الدولي على زيادة التعاون ما بين البنك الدولي والكويت بشكل عام ومجلس الأمة بشكل خاص لإصدار هذه التشريعات بأسرع وقت ممكن حتى تساهم بإصلاح الاختلالات الاقتصادية. أيضا تناولنا عدة مواضيع، ومنها أن في أحد التقارير أو ما يخرج في تقارير الشفافية العالمية من الكويت الأخيرة في سلم مدركات الفساد، وقلنا لأن احنا يعني نقتنع بأن الكويت قد تكون الأخيرة في موضوع الدورة المستندية، قد تكون الأبطأ في إنجاز المشاريع وما إلى ذلك، لكن لا يمكن أن تكون الكويت الأكثر فسادا بين دول المنطقة، لأن الكويت تملك من المحطات الرقابية ما لا تملكه دول أخرى. واتضح أن اعتمادهم على بعض المعلومات التي قد لا تكون دقيقة، وسببها الكويت قد يكون فيها سقف حرية عالي يجب أن يفهم من قبل المؤسسات الدولية، بينما بعض الدول الأخرى لا تملك هذا السقف، إنما تملى عليهم رسائلهم. أعتقد بأنه كان الاتفاق واضح ما بين البنك الدولي ومجلس الأمة الكويتي بأن أن التقارير ستأخذ عمق أكثر داخل الكويت، والحمد لله سمعنا إشادة كبيرة من البنك الدولي بالخطوات التي اتخذها مجلس الأمة وبالتشريعات التي تعطلت كثيرا وأقرت في هذا المجلس، كذلك الأمر بالنسبة للقوانين المزمع تقديمها القادمة مثل قانون المناقصات وتعديلات البي أو تي وغيرها من القوانين لن تصدر إلا بعد أن تدرس أيضا من قبل البنك الدولي لما يملكه من خبرات ولاعتماده بشكل أساسي على الشفافية في كل القوانين التي يصدرها. وأيضا كان هناك لقاء جدا مهم مع IMF أو صندوق النقد الدولي اللي بفضل الله سبحانه وتعالى أشاد بعمل مجلس الأمة في تقريره، وكان هناك حديث مطول عن البديل الاستراتيجي وعن جعل الكويت نموذج لإصلاحات اقتصادية حقيقية، وطلبنا مساعدتهم أولا في شرح هذه الإصلاحات إلى العامة وكيفية أن تكون هذه الإصلاحات ذات أثر إيجابي على دخل المواطن، وليس المفهوم العام بأن أي إصلاح يجب أن يكون على حساب المواطن، وهو ما يعني اطلعنا على تجارب عديدة معهم قاموا فيها في العديد من الدول، كيفية تسريع عجلة المشاريع التنموية كان أحد المحاور المهمة. خلاصة الأمر بالنسبة للاجتماعين المكملين لبعض، وخاصة أن هاتين المؤسستين مرتبطتان ببعض ارتباطا وثيقا، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولذلك هذا المؤتمر مؤتمر الشبكة البرلمانية كان تحت رعايتهما. اتفقنا مع المؤسستين على تطوير التعاون
بين مجلس الأمة وبينهما، ومشاركة فرق منهم في اللجان المعنية سواء اللجنة المالية أو لجنة الميزانيات، والعمل على تشكيل فرق لحل المعضلة الأساسية في الكويت، موضوع الدورة المستندية، وكذلك الأمر على كيفية وضع خطة كاملة وشاملة لإحداث الإصلاحات الاقتصادية ومنها البديل الاستراتيجي، بحيث أن المواطن يستفيد ولا ينظر، وفي نفس الوقت ننهي هذا الأمر بأن تستمر الكويت دولة تبيع نفط وتدفع رواتب. لا، دخل المواطن يجب أن يرتفع، ولكن أيضا بتفعيل المشاريع الأخرى اللي تعطي المواطن الكويتي فرصة للعمل الشريف وزيادة دخله. أنا متفائل وواثق كل الثقة بأن انعكاسات هذه الاجتماعات الإيجابية ستظهر في القريب العاجل، وأيضا سيحضرون إلى الكويت ويستخدم مركز التدريب اللي جعل من الكويت مقرا له، واتفقوا معنا بأن تكون الكويت هي الموديل أو هي النموذج في المنطقة التي سيقاس عليه، وبالتالي كل الإمكانيات والأدوات الموجودة لدى البنك الدولي ولدى صندوق النقد الدولي ستكون متاحة للكويت إن شاء الله لتحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي في القريب العاجل.